للمشاهد هانترش قول ألو وتشي فايز ألا عسى من تنتفش ألو في هالجوايز ألو 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 مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم وسهلا كاملين وحلقة جديدة من برنامج ألو الموريتانية، موعدكم اليومي خلال شهر رمضان المبارك مع الهدايا والجوائز. ما عليكم فقط سوى الاتصال والمشاركة بالبرنامج. لنبدو معكم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. حنيني نأكتي بكرتي ميديا إتوال 5 كان لنا أترم قطواتي وخيرت الفيسبوك تمشي حالكم شي مواسم وخيرت سيد أحمد سانتوري شبابي يوم عدرتكم كاتو أو شوهو لين وشنو إن شاء الله كويزين ماما ما شاطت لا قاتو كحلوتوف جميع شبكات التواصل الاجتماعي في باقة واحدة استمتع بواتساب سناب شات فيسبوك انستغرام تويتر وتيك توك في فورفي جراتي ميديا من موف ماريتيل بخمسين أوقية تستمتعون بفورفي صالح أسبوع كامل على شبكات التواصل الاجتماعي لمشتركي ماريتيل فقط. رجعنا لكم مشاهدينا وعلى بركة الله لنبدأ هذه الحلقة طبعا برنامج ألو الموريتانية وبرعاية موف موريتيل باميز ديجيتال الخطوط الجوية التركية وشركة المدينة وشركة الوطنية للألبان. تحية كبيرة لمتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك موجهين لهم تحية كبيرة، وأيضا تحية للجمهور اللي كنا معه ليلة الجمعة الماضية في حلقة خاصة. طبعا نذكروا علينا إن شاء الله ولا ينعدلوا أيضا حلقة في إحدى الساحات ليلة الجمعة الجاية إن شاء الله، ولكن ندوروا نحدوا لكم المكان باش تقدوا تشاركوا معنا. إذن لنحدد لكم المكان والزمان إن شاء الله باش تجونا كاملين وتشاركوا معنا في برنامج ألو الموريتانية. ونذكروا أعلننا البرنامج في جوائز كبرى قيمتها 500 الفوقية مقدمة من باميز ديجيتال، وأيضا تذكرتي سفر مقدمين من الخطوط الجوية التركية ذهابا وإيابا. إذن هذو الجوائز لا ينجر عليهم السحب إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من برنامج ألو الموريتانية، ونتمنى حظ سعيد للجميع إن شاء الله جميع المشاهدين. إذن على بركة الله نقبل أول اتصال معنا اليوم ونقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. إذن طالب الجماعة في الكنترول طلع لنا الأرقام أرقام البرنامج من أجل الاتصال لأرقامنا. هذه الأرقام طبعا تصلوا عليها إلى ريتوا هذه الأرقام مشغولة طالبين منكم أنكم تعودوا بها مرة أخرى الاتصال. إذن نطلبوا مرة أخرى من الجماعة في الكنترول يطلعون أرقام 43-00-44-77 والله على رقم 43-00-44-88 وأيضا فهم رقم خاص بالاستفسار، حد عنده استفسار والله عنده شكاية والله ما جاته جائزته بإمكانه أنه يتصل على الرقم عن طريق الواتساب يمشي رسالة نصية والله رسالة صوتية. إذن الرقم هو 43-00-44-88. إذن نقبل أول اتصال معنا. أول اتصال معنا الليل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم السلام معنا. عليكم السلام. معك عزيزة. عزيزة مرحبا بكم السلام. عزيزة متصلة من منين؟ متصلة من تجكجة. متصلة من تجكجة؟ من تجكجة. يا مرحبا بك وسهلا ومرحبا بكبيرة بأهل تجكجة. مرحبا بك سهلا. شماسي رمضان في تجكجة ياكل زين؟ شماسي الصوم؟ ما شاء الله زين الحمد لله بارك الله. الاسم الكريم قلت لي؟ ما شاء الله زين اسم عزيزة عزيزة. عزيزة مرحبا بك وسهلا. عزيزة كنت دائما تتابعي برنامج ألو الموريتانية في والله تجكجة؟ والله إذا نتابعه دائما. انت في اي بلاده من تجكجة؟ في الواسطه والله في منين؟ انا في الواسطه. في الواسطه رانا مسلمين على الواسطه ومسلمين على جميع متابعينا ومشاهدينا في ولايه في تقانت وخاصه مدينه تجكجة. عزيزه عزيزه شوفي نحن لا عندنا هون سؤال وعندنا ثلاث احتمالات ودورك تعطينا الاحتمال الصحيح. جاهزه عزيزه؟ جاهزه.
يلا السؤال لا يظهر لا يظهر لك على الشاشه السؤال واعطيني الاحتمال الصحيح. ايوا اذا نحاول بينما يجهز السؤال. على كل حال اذا طلع لك السؤال ان شاء الله على الشاشه. قال لك من هي الصحابية التي تزوجت أربعة من الصحابة واستشهدوا جميعا؟ هل هي خولة بنت الأزور بنت الأزور أم نسيبة بنت كعب أم مالكة بنت زيد عاتكة بنت زيد أيهم؟ يلا عزيزة عاتكة عاتكة بنت زيد عاتكة 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 بنت زيد جواب نهائي. جواب نهائي إن شاء الله يعود الجواب صحيح. عزيزة جوابك جواب صحيح، برافو عليك يا عزيزة. عزيزة اتصلت علينا من مدينة تجكجا، وتحية كبيرة لمتابعينا في مدينة تجكجا، مشاهدينا في مدينة تجكجا. ربحتي معنا جائزة مقدمة من موف موريتيل عبارة عن رصيد وعن جيجاهات من الانترنت. تحية كبيرة لك عزيزة، وننتقل شور اتصال آخر. وتحية كبيرة لمتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، إن شاء الله حلقة خاصة بكم إن شاء الله له نعدروها في هذا بداية هذا الأسبوع إن شاء الله ابتداء من غدا إن شاء الله، ولا نعدروا إن شاء الله السحب على الأرقام اللي خليتونا على صفحتنا. طبعا حد لا يشارك عن طريق الصفحة، يقيس صفحة قناة الموريتانية، يكتب قناة الموريتانية على فيسبوك، لهي مباشرة تطلع له الصفحة، صفحة قناة الموريتانية، يضغط على زر الإعجاب ويعود يتمكن من مشاهدة محتوى قناة الموريتانية، نشرات أخبار، برامج في رمضان، مسلسلات ومضات، أيضا يتابع برنامج ألو الموريتانية، ويخلينا رقمه على شكل تعليق. من خلال هذا التعليق طبعا لهي يختار الكمبيوتر الارقام بطريقه عشوائيه، ونعودوا نتلفنوا على الرقم اللي اختاره الكمبيوتر باش يشارك معنا. اذا رجاء طالبين من الناس اللي تخلينا ارقامها، تخلينا الارقام يعودوا مفتوحين، لا اللي تصلني عليهم يعودوا نجبروا. اذا نذكر مره اخرى بارقام البرنامج، برنامج الو الموريتانيه. هذو الارقام دائما الناس تصل عليهم ذا الوقت يا غير ما تراهم بهم شده الزحمه، شده الضغط على هذو الارقام، لانهم دائما يعودوا مشغولين بهم الاتصالات، وبالتالي تشك الناس على انهم ما هم خالقين، هم الارقام موجودين ونستقبل عليهم الاتصالات، لكن نظرا للضغط الحاصل ما يعودوا متاحين بشكل كبير، وبالتالي فتحنا المجال لمتابعينا على صفحتنا على فيسبوك باش اللي قلبه يجبر الخط يعود يتصل، والله يخلي رقمه باش نعودوا نحن نتصلوا به مره اخرى. اذا نذكروا على ان حلقتنا ان شاء الله الجايه اللي هي تعود حلقه نهايه الاسبوع ان شاء الله، واللي تعود واحده من الساحات العمومية، ولا هي الساحة إن شاء الله ولا هي نعلمكم بها باش تشاركوا معنا. إذا خلونا نقبل مكالمة، خلونا نقبل مكالمة جديدة. السلام عليكم. وعليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك وسهلا أخي الكريم، من معانا؟ معك حمود من وايبو. يا مرحبا بك وسهلا حمود، حمود شو ماسي مع الصوم؟ ما شاء الله زين الحمد لله ما شاء الله. الاسم حمود والله حمام. حمى يا مرحبا بك وسهلا حمى، يا مرحبا بك حمى. حمى حمى انت في بليده من واديبو؟ شارع نخيله. ها؟ شارع نخيله. شارع نخيله ذاك ماني خباري فيه. على كل سينما ربينا الثانيه. زين زين زين. حمى 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 لين نطرح عليك سؤال جاهز حمى. والله والله. ايوا حمى ان شاء الله يفوز معانا، متصل علينا من وادي بورابينا الثانيه. حمى لا يطلع لك السؤال على الشاشه واعطيني الاجابه الصحيحه، يلا يا حمى. ان شاء الله. حمى عندك ثلاث احتمالات، قال لك شاعر اطلق عليه لقب الملك الضليل، هل هو عنترة بن شداد ام النابغه الذيباني ام امرؤ القيس ابن حجر؟ يلا. امرؤ القيس بن حجر. ما هو؟ امرؤ القيس.
اح قول لي شي مولاك. نابغه نابغه. عمرو القيس. نابغه القيس. نابغه. راني احتسب اجابتك الاولى هي الاجابه الصحيحه، فعلا هو امرؤ القيس بن حجر. كنت نختار من اختبار معلوماتك. الجواب صحيح، جوابك صحيح. حما اعطيتنا الجواب الصحيح ومتصل معنا، اتصلت علينا من الوادي بو. ربحت معنا جائزه مقدمه من باميس ديجيتال، جائزه قيمه 10,000 فوقيه قديمه. حما يعطيك تفتح تطبيق باميس ديجيتال باش توصلك عليه جائزه. وطبعا تطبيق باميس ديجيتال متوفر على الابل ستور وعلى جوجل ماب، وتقدوا كاملين تيليشارجوا هذا التطبيق. اذا ذكروا الناس اللي فازت معنا على نجي يوم السبت الجاي، الناس اللي فايزه بقسائم شرائيه تجي يوم السبت ان شاء الله المقبل ابتداء من الساعه ميدي الى الساعه الرابعه هون في مباني التلفزه، وتعود تقبل جوائزها. اذا شكرا للجمهور اللي كان معنا ليله الجمعه الماضيه في ساحه بلال الولي، شكرا له على الحضور وعلى المشاركه وعلى التفاعل. اذا نقبل اتصال جديد. السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم، رمضان كريم. الو السلام عليكم. اهلا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلا اخي الكريم اللي معانا. معك محمد يحيى. يا مرحبا بك وسهلا محمد يحيى، متصل من وين محمد يحيى؟ من دار النعيم. يا مرحبا بك ومرحبا بهل دار النعيم، توحشنا هل دار النعيم. شماسي محمد يحيى مع الصوم. دار النعيم المره الماضيه عشالي المره مو عشالي. ما سمعتك. دار النعيم المره الماضيه عشالي المره مو عشالي. ايوا الحمد لله مو عجاله اصل الصحه. محمد يحيى. محمد يحيى. شوف لين اطرح لك سؤال محمد يحيى، وعندك ثلاث احتمالات و30 ثانيه، واعطيني فيها الاجابه الصحيحه تعود تربح معنا. جاهز محمد يحيى؟ والله جاهز. والله اذا السؤال لا يظهر لك على الشاشه يا محمد يحيى، وقال لك والله. اين يوجد مسجد السلطان احمد ذو المآذن الست؟ في سوريا، في تركيا، في طاجكستان. عنده ست مآذن، ستة. يلا لا عاوني. والله ما نعرف الإجابة، لو كنت نعرف نعاونك. يا قير شوف خلاص، بين ذاك وذاك. تركيا. تركيا. تركيا على بركة الله. برافو عليك. تركيا الإجابة الصحيحة، تركيا. شكرا لك محمد يحيى. شكرا لك يا محمد يحيى، وتحية كبيرة لهذا الدار النعيم. شكرا للناس اللي تصل علينا طبعا وتشارك معنا في البرنامج، ونعتذر أيضا من الناس اللي تتصل ولا تقد تجبر الارقام نظرا لزحمه الخطوط، رانا نعتذر منها. حتى محمد يحيى رانك فزت معنا بجائزه مقدمه من شركه المدينه، قسيمه شرائيه قيمتها 10,000 اوقيه قديمه. اذا قسيمه شرائيه تجي ان شاء الله وتقبلها يوم السبت الجاي ابتداء من يوم السبت المقبل. اذا شكرا لك وشكرا لجميع الناس اللي تتصل بنا من جميع ولايات الوطن والمقاطعات وجميع الاماكن من اجل اعلانها تشارك في برنامج الو الموريتانيه. ما ناسينكم متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، لان عد لكم حلقه ان شاء الله خاصه بكم باش تشاركوا معنا في البرامج. يا قير دائما ما نقول لكم علينا الناس ياسر من هذه، يخلينا لا الارقام تعود ارقام مقفوله، والارقام الى تلفن عليها تصوني ني ذاك تعود ما يرفدها حد. على كل حال نتمنى وعلنكم تعودوا مستعدين للمشاركة، وعلن الأرقام اللي تخلونا كامل يعودوا أرقام متاحة وأرقام مفتوحة. ذكروا على البرنامج على الموريتانية برعاية موف موريتال، برعاية باميس ديجيتال، خطوط جوية التركية، شركة الوطنية للألبان، وشركة المدينة. معانا اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم سالم، من معانا؟ معكم من معانا؟ علي. يا مرحبا بك وسهلا علي. علي متصل من منين؟
نواكشوط. متصل من منين؟ نواكشوط. نواكشوط ماي بليده من نواكشوط. علي تبرك زينه. يا مرحبا بك وسهلا علي. علاش ما سمع الصوم؟ ما شاء الله الحمد لله. ياك ما هو ياك ما متعبك الصوم؟ ما شاء الله الحمد لله. ايوا زين علي. علي لا نطرح عليك سؤال واعطينا الاجابه الصحيحه. يلا يطلع لك السؤال علي على الشاشه. قال لك ما اكبر دوله في العالم من حيث المساحه؟ روسيا، امريكا، وام ايران؟ علي روسيا. روسيا ايه روسيا. ما امريكا روسيا. ايران قاعده ما في هي لا بين روسيا وامريكا. انت قلت روسيا. روسيا ما هي امريكا. روسيا. جوابك جواب صحيح. روسيا هي اكبر دوله في العالم من حيث المساحه. برافو عليك علي. علي رانك فزت معنا وفزت معنا بجائزه مقدمه من باميز ديجيتال قيمتها 10000 اوقيه. 10000 اوقيه مقدمه من باميز ديجيتال. علي يلا تفتح تطبيق باميز ديجيتال. وشكرا للناس كامله اللي تتصل بينا ونعتذر من الناس اللي تتصلوا ذا الوقت ولا يجبروا الارقام لان الارقام دائما عليهم زحمه شديده. اذا نعتذروا من هذول الاشخاص طالبين منهم على انهم يعاودوا يتصلوا برنامج الو الموريتانيا. نقبلوا اتصال جديد. السلام عليكم. اذا نقبلوا اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك وسهلا اختي الكريمه. مرحبا بك وسهلا. من معانا؟ مرحبا بك وسهلا. مع فاطمه من نواكشوط. ناي بليده من نواكشوط. فاطمه تفرق زينه. فاطمه شو ماسيا مع رمضان؟ ما شاء الله الحمد لله. شو ماسيا مع الصوم؟ ياك لباس؟ لباس ان شاء الله الحمد لله. ايوا واش تعدلي في رمضان فاطمه؟ تعدلي الوجبات؟ ما شاء الله الحمد لله تونس. تعدلي الوجبات في رمضان؟ ما شاء الله الحمد لله نعدل الوجبات. ما شاء الله الحمد لله. ايوا زين فاطمه الله يسلمك. فاطمه لا نطرح لك سؤال. جاهزه؟ جاهزه. يلا سؤال يظهر لك على الشاشه واعطيني الاجابه الصحيحه. قال لك اذا السؤال يظهر لك على الشاشه اعطيني الاجابه الصحيحه. فاطمه قال لك ماذا يسمى كوكب المريخ؟ الكوكب الاصفر، الكوكب الازرق، الكوكب الاحمر؟ المريخ. فاطمه مزلتي معانا؟ نعم. قولي لي شنو لون كوكب المريخ؟ كوكب الازرق. قولي لي شنو هو الازرق؟ كوكب الاصفر. الاصفر. للأسف جواب غير صحيح. كوكب المريخ ليس هو الكوكب الأصفر. نعتذر منك فاطمة نعتذر منك. تعاودي إن شاء الله تتصلي بنا في واحدة من الحلقات اللي جاية. تحية كبيرة لمتابعينا مستمعينا على موجتي الأفان في نواكشوط وماديبو. تحية كبيرة لهم الناس اللي اتصلت لنا حالا داخل سيركيلاسيون على الطرقات وعلى الشوارع. محيينها. رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. وطالبين منكم انكم تشاركوا معنا في برنامج الو الموريتانيه عن طريق طبعا الاتصال بارقام البرنامج. وننتقلوا شور اتصال قبل ما ندخلوا في فاصل. اذا ندخلوا نقبلوا اتصال. السلام عليكم. اذا معنا اتصال. الو السلام عليكم. إذا معنا اتصال. ألو 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 السلام عليكم. ألو وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك وسهلا. من معنا؟ معكم أمينة من دجوار. خديجتو معنا. خديجتو إيه خديجتو تي في القوارب. من منين؟ اي بليده من القوارب؟ انا فرنسا. فرنسا في البلاد.
فروسو خرجت وش ماسي رمضان فروسو ياك لباس ما شاء الله زين تبارك الله الحمد لله فروسو ياك ما هو حامد نهارات ما شاء الله زين الحمد لله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ايوا خرجتو يلا لا نطرح لك سؤال واعطيني الاجابه الصحيحه قال لك ماذا يسمى كوكب المريخ الكوكب الاصفر ولا الكوكب الازرق ولا الكوكب الاحمر كوكب الازرق كوكب الازرق هو شوفي هو لونه كي لون بيصاب هو لونه كي لون بيصاب لكن لونه اش كيف تاش نعتذروا من خديجة نعتذروا من خديجة كنا نختاروا نساعدوك على كل حال على كل حال رانك ما عطيتينا الإجابة صح والله انقطع الاتصال بينا معك على كل حال مشاهدينا الكرام ندخل في فاصل بعد الفاصل نعود لتكمال هذه الحلقة من برنامج ألو الموريتاني السفر اليوم لم يعد ابتعادا سواء كنت في منزلك مع عائلتك أو في الخارج فأنت دائما متصل للتواصل مع أحبائك لمواصلة أعمالك أو ببساطة لتشعر بدفء منزلك فورفي جراتي رومينج لاستخدام المكالمات والإنترنت أثناء رحلاتك اختر فورفي نجمة 7 أو نجمة 8 حسب احتياجاتك مكالمات زائد إنترنت أو إنترنت فقط استمتع بالسفر دون الابتعاد مع موف موريتال رجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام ورجعنا للاتصالات الهاتفية ومعنا اتصال هاتفي ألو السلام عليكم ألو 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 السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو طالبين منكم انكم تنقصوا التلفزه شوي للاتصال ياك نقدروا نسمعوكم وعليكم السلام ورحمه الله الو اذا الجماعه في الكنترول طونا مكالمه اخرى ما انا قاعدين نتواصلوا مع هذا الاتصال لانه ما هو السلام عليكم الو السلام عليكم سامعينا الو السلام عليكم من معانا وعليكم السلام من معانا الحسنية من كهيدي يا مرحبا بك وسهلا الحسنية الحسنية شماسية كهيدي شماسية مع رمضان شماسية مع رمضان ما شاء الله زين الحمد لله ايوا الحسنية يلا لين نطرح لك سؤال وتحية كبيرة لهالكهيدي لين نطرح لك سؤال جاهزة الحسنية ايه والله جاهزة بقى ايوا يلا الحسنية قال لك ماذا يسمى كوكب المريخ؟ هل هو الكوكب الأصفر أم الكوكب الأزرق أم الكوكب الأحمر؟ يسمى بالكوكب الأحمر. كوكب الأحمر. إذن الكوكب الأحمر كوكب نعم. الأحمر كوكب الأحمر هي الإجابة الصحيحة برافو عليك هو الكوكب الأحمر كوكب المريخ يعرف من بين الكواكب على أنه هو الكوكب الأحمر برافو عليك الحسنية. والحسنية اتصلت علينا من كهيدي وربحت معنا جائزة مقدمة من موف موريتال عبارة عن رصيد وعن جيجاهات من الانترنت إذا تحية كبيرة لأهل كهيدي وتحية كبيرة أيضا لأهل سيلي بابي قديماغا وغورغول نحيي جميع مشاهدينا هناك تمنوا منهم أنهم يتصلوا بنا ويشاركوا معنا في برنامج ألو الموريتاني إذن أيضا نتوجه بالتحية لمتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك إن شاء الله له نرجع لكم إن شاء الله بحلقة خاصة بكم وطبعا الأرقام اللي تخلونا نتمنى لكم تخلونا الأرقام تعود مفتوحة باش إذا اتصلنا بها نعودوا نجبوها إذا خلونا نقبل اتصال آخر طبعا الرقم موجود طالع لكم حالا رقم خاص بالاستفسارات حد عنده استفسار حد عنده شكاية حد ما جاته جائزة يتصل على رقم 43-00-44-88 يتصل به عن طريق الواتساب اللي يخلي رسالة نصية ولا رسالة صوتية ويعود الجماعة في الكنترول أيضا تجاوبه وتعود ترد على الاستفسار اللي مشى إذا أرقامنا أيضا طالع على الشاشة أرقام ظاهرة على الشاشة 43-00-44-77
او الرقم 43 00 44 88. ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك وسهلا. من معانا؟ معك عائشة تنزل. عائشة تو. عائشة تو منين متصلة؟ متصلة من منين عائشة تو؟ عائشة تو متصلة علينا من منين؟ إذا عائشة تو مزات معانا والله. عائشتو مرحبا بك وسهلا معنا في برنامج جالو الموريتانية. عائشتو انت متصلة من منين؟ عائشتو الاتصال ما هو واضح، نعتذروا منك عائشتو. الطريقة اللي الصوت ما هو واضح، والله زاد ريزو ما هو صافي بيننا معك. على كل حال نقبل اتصال الآخر نقدو نتواصلوا معاه بشكل مسموع وبشكل إذا خلونا نقبل اتصال جديد. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. اذا اعطونا الجماعه في الكنترول اعطونا مشترك. السلام عليكم. اذا نذكر مشاهدينا الكرام باعلنا يوم الجمعه، ليله الجمعه المقبله ان شاء الله ستكون هناك حلقه في احدى الساحات العموميه، مطلوب الحضور، حضور مطلوب الحضور، حضور الجمهور باش يشارك معنا. شكرا للأسر وأولياء الأمور اللي كانوا حاضرين معنا ليلة الجمعة الماضية في ساحة بلال الولي، شاكرينهم حتى على حضورهم، شاكرينهم على أيضا على شاكرين الجمهور على انضباطه وعلى حضوره. إذا نقبضوا إذا أعطونا اتصال. ألو السلام عليكم. الجماعة في الكنترول أعطونا إليها اتصال، مكالمات أعطونا مكالمة، الوقت ماتلى بعيد، ماتلى منه ياسر مولي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك وسهلا. من معنا أخي الكريم؟ معك الشيخ أحمد. شيخ أحمد مرحبا بك، متصل من منين الشيخ أحمد؟ سكوك. يا مرحبا بك. أيوا الشيخ أحمد إن شاء الله تفوز معنا اليوم. أول مرة تتصل بالبرنامج، السنوات الماضية قد شاركت معنا؟ والله قد شاركت معاكم بعد. اي اسم سنه؟ عام الاول. عام الاول. ايوا زين ان شاء الله تفوز معنا هذه المره شيخ احمد. شيخ احمد عندك ثلاث احتمالات وعندك السؤال اللي يظهر لك على الشاشه، اعطيني الاحتمال الصحيح. ايوا ان شاء الله. يلا. شيخ احمد قال لك من هو مؤلف كتاب رسالة الغفران؟ هل هو ابن سينا أم أبو العلاء المعري أم الشريف الرضا؟ من هو مؤلف؟ أيهم؟ من هو ممكن تأدي السؤال، من هو مؤلف؟ من هو مؤلف كتاب رسالة الغفران؟ هل هو ابن سينا أم أبو العلاء المعري أم الشريف الرضا؟ بسرعة. ابن علاء المعري. أبو العلاء المعري. أبو العلاء. أبو العلاء هي لا 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 ما هو هو أبو العلاء المعري. إذا جوابك صحيح. جماعة بالكنترول جننتوني اليوم. إذا شكرا لك شيخ أحمد، برافو عليك شيخ أحمد، وقلت لنا الجواب الصحيح، ورانك فزت معنا بجائزة مقدمة من موف موريتل عبارة عن رصيد وعن جيجاهات من الانترنت. تحية كبيرة لكم جميعا مشاهدينا، ودائما نقولوا على برنامج الموريتانية معكم دائما في رمضان، ووعدكم اليومي مع الجوائز والهدايا خلال شهر رمضان المبارك، وقناة الموريتانية تجمعنا. إذا خلونا نقبل اتصال، والاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك وسهلا أخي الكريم. من معنا؟ معك صامبي. صمبا مرحبا بك وسهلا. صمبا متصل علينا من منين صمبا؟ تجونين. تجونين يا مرحبا بك وسهلا صمبا. صمبا شو ما سمع الصوم، شو ما سمع رمضان؟ ما شاء الله لذلك. يعطيك الصحة صمبا. وانت جاهز؟ جاهز للسؤال؟ يلا لين اطرح لك سؤال صمبا واعطينا الإجابة الصحيحة. يلا. ولا تعاليني
ما ذاك ذاك ما هو ما ما هو مني. على كل حال نحاول نساعدك صمبا. صمبا لا يطلع لك السؤال على الشاشة واعطيني الإجابة الصحيحة. يلا صمبا قال لك استشهد المجاهد سيد أحمد ولا أحمد عيدة في معركة القويشيش وديان الخروب أم تونسي. معركة القويشيش. معركة القويشيش. خر القويشيش مقرش خرص شيء. وديان الخروب. وديان الخروب الله. الخروب وديان الخروب. وديان الخروب. سيد أحمد ولا أحمد عيدة. إذا جوابك جواب صحيح، هي مايل قويشيش هي وديان الخروب وجواب صح. فزت معنا بجائزة مقدمة من شركة الوطنية، برافو عليك يا صمبا، شكرا لك وشكرا لجميع الناس اللي اتصلت بينا وتشارك معنا في برنامج الأمور الثانية. وشكرا لك صمبا، صمبا طبعا فزت معنا بجائزة مقدمة من شركة الوطنية للألبان. شكرا لكم جميعا المشاهدين، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من البرنامج. هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم. الو موريتانيا، الو موريتانيا، الو موريتانيا، الو المشاهد هانترش قول الو وتشي فايز الا عسى بنت تنتفش الو في هالجوايز الو 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 موريتانيا الو